السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ من ملف النزوح والنازحين ومخيماتهم في العراق. يعيش مئات الآلاف من النازحين في مخيمات بالأنبار وجنوب بغداد ونينوى وكردستان العراق شمال البلاد، غالبيتهم من مناطق تسيطر عليها ميليشيات ولائية تمنعهم من العودة إلى مدنهم مثل جرف الصخر، يثرب، العوجة، العويسات، عزيز بلد ومناطق شمال شرقي ديالى. ومع ارتفاع درجات الحرارة جدد النازحون من جرف الصخر في مخيمات النزوح في محافظة الأنبار مناشداتهم لأهل الخير لتوفير المبردات الهوائية للتخفيف من معاناتهم خلال هذا الفصل التي تصل درجات الحرارة فيه إلى نصف درجة الغليان في أجواء صحراوية شديدة الحرارة، حيث تنتشر تلك المخيمات التي يقطنها النازحون. دعونا نستمع. والله كل شيء محتاجه، بس اللي بادي هسه اللي بادي المبردات، والله محتاجين الحين الجو حار، وتدري انت الصيف هذا حراره الصيف يعني نقدر يقعد فيها بدون مبرده، واحنا والله العظيم محتاجين. لان يعني عندي 11 نفر وعندي معوقه، فناشد اخوتي ان شاء الله يسمعون صوتي الطيبين بانه يساعدينا، واحنا من اهالي نازحين جرف الصخر، وان شاء الله يا رب يسمعون صوتي ويقدرون على فعل الخير. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف وننتقل إلى مقطع آخر، إذ يواجه النازحون في العراق محنة العواصف الترابية التي باتت تضرب مناطق تواجدهم بشكل أسبوعي مرة أو مرتين، مع استمرار التجاهل الحكومي لتقديم المساعدات الإنسانية لهم أو ضمان إعادتهم لمناطقهم. وقد ضربت العواصف المحملة بالأتربة محافظات الأنبار، صلاح الدين ونينوى قبل أن تصل إلى العاصمة بغداد، ومنها إلى محافظات بابل، واسط، كربلاء، النجف، ديالى وكركوك. وتناقل ناشطون وصحفيون صورا من مخيم عامرية الفلوجة وبزيبز في محافظة الأنبار غربي العراق تظهر انهيار خيم النازحين بسبب تلك العواصف وعدم مقدرة خيمهم المهترئة على مواجهتها. لنشاهد. الكرفون مثل ما تشوفون تلف، هذا حاليا وضع الخيمة، شادر مالتها تلف شقق، واليوم احنا اصلا مهددين بعواصف رعدية وراح تطير بالكون. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الملف. يعاني النازحون ومعظمهم من مناطق تسيطر عليها الميليشيات منذ سنوات وتمنع أهلها من الرجوع إليها تحت ذرائع مختلفة، وهو ما يجعل النازحين أمام مستقبل مجهول، لا سيما أن ثمة مخيمات لم تغلق حتى هذه اللحظة وتبدو أنها خارج حسابات السلطات في البلاد، ومن بينها مخيم بزيبز الذي تسكنه نحو 2000 أسرة معظمها من أهالي ناحية جرف الصخر في محافظة بابل وسط البلاد. وانتقد ناشطون دور الحكومة، حكومة الإطار التنسيقي بالتحديد برئاسة محمد الشيع السوداني ووزارة الهجرة والمهجرين الحالية، بسبب الإهمال الكبير الذي يلحق بالنازحين، فيما حمل بعضهم الحكومة مسؤولية سلامة النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة. لنتابع الآن هذه المناشدة لنسوة نازحات من جرف الصخر في مخيم بزيبز بعد تضررهن بفعل العواصف التي هدمت خيام أسرهن وفاقمت من معاناتهن، قبل أن نذهب إلى استعراض التعليقات. لنشاهد. وأنا للغيرة، روفانات نطارت بالعاصفة، وظلنا بهديان مجلمي مبردة، طارت خيام، طارت ما وعدنا كل شيء، والعرب كلها تشهد عينه، رفضنا يجينا كمة تفضل كمة ما حد، وانا للرحمن الغيرة مبردة، هل يقدرون علي؟ احنا
نهار العاصفة راحت غراضنا، راحت موادنا، راح كل شيء عندنا. وإحنا الناشد أهل الطيبين وأهل الغيرة محتاجين مبردات، محتاجين أغراض، والله العظيم تعشوا حالتنا. الجهال بالنهار قاموا يصارخون من الحر وحالتنا في الصفر، ويا ريت تجون تشوفون أنتم بعيونكم. نتابع التعليقات الآن مشاهدينا الكرام المتعلقة بهذه المقاطع. أياد يقول: الله ينتقم من اللي كان سبب معاناتكم، شو نسوي؟ سياسيين سفلة فاسدين ما يفكرون غير بمصالحهم ومنافعهم الشخصية، عملاء خونة. تعليق من خطاب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وينك شعب نازح داخل بلده وأغنى بلد بالعالم؟ ضمن التعليقات لدينا خالد يقول: أين منظمات حقوق الإنسان التي صدعت رؤوسنا شعاراتهم أين هم عن مأساة النازحين في بلدهم؟ وما هو ذنبهم؟ لماذا لا يسمح لهم بالعودة لديارهم؟ ورأفة يقول: الله يكون بعونكم إن شاء الله، تنحل كل أزماتكم وترجعون لبيوتكم سالمين غانمين. مشاهدينا، نستمع الآن إلى رأي السيد مهند من بغداد، وهو أحد النازحين حقيقة. تفضل سيد مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا قناة الرافدين الفضائية وكل الإعلاميين العاملين في خدمة هذا الوطن الحبيب. حياك الله. أستاذنا الفاضل، أنا كنت في تاريخ 24 متوجه إلى محافظة إقليم كردستان الحبيبة. نعم. لاحظت أشخاص قاموا بسرقة العجلة مالتي ومبلغ قدره 150 ورقة من العجلة، وذو بالانفرار إلى جهة مجهولة، وتم القاء قبض عليهم من قبل قسم أشايف قسم دوكان محافظة سليمانية. طيب، لحد هاي اللحظة أنا نايم بالشارع، ما حد جاي يطلع حقي. لحد هاي اللحظة صار الموضوع من تاريخ 24/5/2023 في الساعة 8 ليلا في كوفي آزاد. بس اسمح لي، انت مو ده تقول ان هم تم القاء القبض عليهم؟ واحد تم القاء القبض علي، لكن انا لحد هاي اللحظة لم ينصفوني بالحقوق ويعيدون العجلة ولا مبلغ المال العائد لي. نعم. طيب، شنو ربط، بس اسمح لي، شنو ربط تعرضك إلى السرقة أنه دا تقول أنا ما عندي مكان، أنا قاعد بالشارع أو نايم بالشارع؟ بس اربط لي إياها حتى أفهم منك. أستاذنا الفاضل، أنا كنت قاعد في منتزه في محافظة السليمانية. نعم. قضاء دوكان. طيب، شخص سرق السيارة والمملك من المال داخل السيارة 150 ورقة. طيب، وبعد ذلك أنا لحقت للشخص اللي سرق الثاني، مع الشخص الثاني لزمته وجوا قسم الامن النشايد اعتقلوه. طيب، وراحت السياره والفلوس والمسمسكات، وانا ظليت استحاير لا اقدر ارجع الى محافظه بغداد لكوني المسمسكات ماكو شخص شيء يثبت اني عراقي. ماكو شيء يثبت اني عراقي. طيب، والسياره والفلوس راحت، وانا اعتقد يعني استاذنا الفاضل وتعرف محافظه اقليم كردستان بها كاميرات مراقبه وبها امن مستتام. نعم. ولحد هاي اللحظه ما تم القاء القبض على السارق اللي العجله والمبلغ. طيب سيد مهند، بس اريد منك يعني تقول لي انه، او يعني اريد اسالك عن، ولو انت دا تحكي مشكله شخصيه، لكن اريد اسالك عن وضع النازحين في شمال العراق في المحافظات الكرديه. عندك علم بيهم؟ لو حضرتك وضعك أحسن وبالتالي يعني قاعد ببيت مستقل أو مأجر أو شوف شلون؟ أنا قدم لك، أنا من عوائل الشهداء وعندي 3 شهداء تم فقدانهم من تاريخ 2014 ولحد هاي اللحظة لم نعثر عليهم، أبويا واثنين أخوتي لحد هاي اللحظة. طيب سيد مهند، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. مشكلة شخصية للسيد مهند، يعني بلد فوضوي بالنهاية، بلد فوضوي يغيب عنا الأمن ويغيب عنا الأمان ويغيب عنا القانون، وبالطبع تنتشر الجريمة وتصير يعني مباحة، والمجرم لا يخشى من العقاب، وبالتالي
تتزايد هذه الأعداد من المجرمين ومن قطاع الطرق ومن سراق الحقوق وغيرها من هذه المشاكل. شكرا مهند. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يعاني الواقع الصحي العراقي في العراق بعد الاحتلال من مشاكل ومعوقات كثيرة، ويعد الفساد الإداري الذي ينهش المؤسسات الصحية نتيجة لضعف الرقابة الحكومية والتستر عليها هو أحد أبرز هذه المشاكل المزمنة لهذا القطاع الحيوي المرتبط بحياة المواطنين، كونه من القطاعات التي يتطلبها المجتمع العراقي في ظل ظروف عصيبة يشهدها الشارع العراقي. في هذا السياق أظهرت صور معاناة المرضى في مستشفى الرمادي في محافظة الأنبار، والذي تم افتتاحه قبل أشهر قليلة بعد إعادة تأهيله مقابل مبالغ طائلة. وبيّنت الصور تفاقم معاناة المرضى وغالبيتهم من كبار السن بسبب تعطل أنظمة التكييف وارتفاع درجات الحرارة. لنشاهد. العود المدير العالي يشوفه إذا بلا زحمة عليك إنما جاءت لي بلا زحمة لا أنت أفضل إيه إحنا نريد نصورها أيضا صحيح ها؟ لا بشروش وين الحواجب؟ وين الكذابة حيث سابجا بس إيه وين التبديد وين؟ هو أنا على مجال حصاني. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. لا يخفى على أحد أن النظام الصحي في العراق قبل عقود كان من بين الأفضل في محيطه، مستندا على رأس المال المركز ونظام المستشفيات الصحيح والمجاني، واعتماد البلاد كذلك بنطاق واسع على استيراد المعدات والأدوية الطبية الحديثة آنذاك. لكن المشهد تغير بشكل جذري بعد الاحتلال في عام 2003، حتى باتت صور البحث عن الأدوية أو المستلزمات الطبية مشهدا سائدا في ظل الإهمال الحكومي. في بغداد وفي مستشفى الكاظمية تحديدا، وبالرغم من زيارة رئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني التي وصفت بالاستعراضية حينما علق وقتها على الخطة المقدمة بجملته الشهيرة الله لا يوفقني، ما زال مشهد الفوضى والإهمال هو السائد كذلك، حيث رصد أحد المراجعين للطوارئ حال عربات نقل المرضى في المستشفى التي يفترض أن الدولة أعادت تأهيلها بعد زيارة السوداني. لنشاهد. هاي عربانات الطوارئ بمستشفى الكاظمية. هذا المريض هيك حالة ثانية، شوف العربانة غارة. الله لا يوفق المدير العام إن شاء الله يا رب. هاي عربانات الطوارئ بمستشفى الكاظمية. هذا المريض هيك حالة ثانية، شوف العربانة غارة. الله لا يوفق المدير العام إن شاء الله يا رب. طبعاً بالرغم من تخصيص أموال طائلة طوال الأعوام الماضية أو قيل إنها خصصت لتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، إلا أنها لم تشهد تطورا واضحا في عملها من ناحية المباني أو زيادة عدد الأسرة لاستقبال المرضى، مما جعلها عاجزة عن التعامل مع الضغط الكبير عليها نتيجة ارتفاع عدد سكان العراق بنحو أكثر من الضعف منذ أن تم إنشاء هذه المستشفيات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وتلجأ إدارات المستشفيات الحكومية إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات خاصة بما فيها تلك الحالات التي يمكن أن تعالج، في ظل الحديث عن سيطرة مافيات مرتبطة بالأحزاب على المستشفيات الخاصة أو الأهلية التي تكبد المواطن أموالا كبيرة وتثقل من كاهله. وبالرغم من تعميم وزارة الصحة بعدم جواز تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى وتوعدها بمساءلة من يحول المريض لتلك المستشفيات، إلا أن الأمر لا يزال قائما كما يؤكد مراجعون وناشطون للمستشفيات الحكومية. دعونا نستمع لهذه الشهادة من أمام مستشفى قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.
عندنا فعلا مدير الصحة اللي يجي لهذا القضاء. عدد سكانه 500,000 محافظة. مستشفى ما بيه سونار بالليل. الشفت المساء ما يطلع، الأطباء ما يطلعون. سونار. يجي المريض بزائده يحولونه للأهلي. لولا الترك التركي ما بيه خدمات. والشفت بس الصباح يطلع مال السونار. لهذا المريض وين يروح؟ وين يطل وجهه؟ ما عنده فلوس. ما عنده راتب. وين وارداتكم وزارة الصحة؟ دار الصحة الصخامة الصحة النقار. وين واردات؟ وين الفلوس؟ ليش وقت أنا نبقى بس الناشد ونحكي وننتقد؟ هسا أنا أريد ابن المدير ابن الدكتور وأدعم من الله يصير بزائده ويجيبونه للمستشفى هنا وأتحدى ما سووا هذا ماكو سونار. يعني أنت وحظك لو يجيك المرض الصبح ويعالجونك، لو بالليل الله وياك طبك مرض. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو أحمد يقول: واقع صحة ذي قار يرثى له، كلها عيادات وأهلية، الحكومي انتهى بالناصرية. حسين يقول: كل استثمار باستثمار ودولة راضية بهذا الشيء. علي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وزارة الصحة بس اسم وتقفيص على الفقير. وحيدر يقول: المستشفى بس اسم، كل شيء ما بيه. نستمع إلى آراء بعض المتصلين مشاهدين الكرام. معنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد. أستاذ محمد، إذا تشوف النظام السياسي اللي جاي يقود البلد اعتمد على تدمير قطاعين مهمين بالمجتمع، وهو نهضة كل شعوب العالم هو القطاع الصحي والقطاع التعليمي. فشوفهم يعني جاي يبنون مستشفيات أهلية ويبنون مدارس أهلية. فالفقير بهذا النظام السياسي الحالي ما إلى يعني شو مثل ما مجال أو إلى تقديره حقيقة. لأن يعني كلهم جاي يعملون على تدمير هذا البلد، وكأنما هي الخطة ممنهجة لتدمير المواطن العراقي. أضرب لك مثال يا أستاذ محمد. يعني أكو مستشفى كربلاء يقود رجل دين ويلقي محاضرات دينية، والمحاضرات الدينية يعني يوصي بالزهد ويوصي بالتقوى، لكنه لما ترجع لحقيقته مجرم. يعني وهذا المستشفى اللي سووه، شوف يا استاذ محمد، شوف الطرق واللعب مالته باوع. هذا عود استاذ رجل الدين اللي هو متلبس بالدين والدين منه براء. سوى هذا المستشفى بالمساعدات من الاهالي ومن المتبرعين، لكنه بعدين شوف اللعوبه مالتهم. والله هذا المستشفى مو إلي. لعد المن هذا للإمام المهدي، يا أبويا يا مهدي يا صالح، لك أنت عندنا مثل يقول عيشني اليوم وجوعني باكر، لك أنت يا مهدي هذا اللي أنا أؤمن به، وأنت تبني المستشفى وتأخذ يعني تسفك حقوق هاي الناس وتسلب حقوق هاي الناس بأسماء وهمية ما إلها أي وجود. هو العاد من فراغ، من فراغ لما يهتفون المتظاهرين باسم الدين باقون الحرامية، مو من فراغ، مو لعب السالك صحيح، مو من فراغ، لكنه شوف شلون جاي يلعبون على الناس البسطاء. يعني من التبرعات، من التبرعات مال الناس البسطاء والمتبرعين، من حول المستشفيات إلهم بس بصيغة أخرى. سيد عبد الرزاق، يعني هذا الجزء اللي تتفضل به هو يتعلق بفئة محدودة أعدادها معروفة، ضمن طبعا أسماءهم أيضا معروفة، ضمن العراق موجودين يعني باسم الدين فعلا باقوا الناس ويبتزون العالم بهذه الطرق بهذه المشاريع. لكن وين دور الحكومة؟ الحكومة اللي المفترض عندها موازنات مليارية، المفترض أن تطور القطاع العام، القطاع الحكومي، قطاع المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات، وين هاي الفلوس؟ يعني المفروض أوكي هذا شخص دا يستغل الناس البسطاء، دا يضحك على عقول بعض الناس ويجني هذه الأموال، لكن أين المؤسسة المركزية؟ أين الحكومة؟
استاذ محمد، احنا اصلا ما عندنا حكومه حقيقه، اللي جاي تقودنا هي الاحزاب. الاحزاب هي اللي جاي تقود البلد. انت جاي تشوفهم يعني هسه كل المؤسسات اللي موجوده هي تقودها الاحزاب. شوف انت قرار رئيس الوزراء ورئيس الحكومه ما الى اي دور، يعني يصدر قرار ثاني يوم يلغيه، يعني يتناقض ويا كلامه. فهذا شنو يعني القرار مالته مصادر، ما يقدر يفرض رايه على الاحزاب. احنا يا استاذ محمد للمليون مره اقولها بانه الاحزاب هي اللي جاي تتحكم يعني بالبلد، يعني والا لا عندنا نظام حكومي يعني مستقر، ولا عندنا دولة اللي تقود. طيب، هذا البلد. شكرا سيد عبد الرزاق، أنا أكتفي حضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركة ويانا. السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. عليكم أحييك وأحيي قناة الرافدين البطلة. حياك والكادر. عمر أنت سيد محمد، أنا أول شغلة النازحين نعم. روحهم بيد حاس الثوري الإيراني الإرهابي، قسما بالله هم ذولا ليس حكومه عمي، ذولا خونه للعراق. هم من 2003 لحد الان سووا بالعراق تدمير، لا زراعه لا صناعه عمي لا علم، سووا بالعراق. وشوف المستشفيات حيشكل الحيوان بيطب بيها قسما بالله. يكرم الله ما احترامات الاكرامات، عندنا مستشفيات هنا تكرم مال الشباب، انظف المستشفيات مال العراق. هو المستشفيات طيب. بس سؤالي محمد، يعني من دخل محمد الشيع السوداني إلى إحدى المستشفيات ودق على صدره وبعدين قال الله لا يوفقني على هالخدمة، طيب أنت مو المفروض فورا تباشر بإجراءات مضادة لهذا الفشل ولهذا الفساد وتعيد إحياء هذه المستشفى مثلها مثل كثير من المستشفيات الحكومية المهملة؟ شو هي بس شعارات وصورني واني زعلان واني غاضب وأنتقد وأوبخ فلان وأوبخ علان؟ هي بهذه الطريقة تبنى الدول؟ محمد من العباد وذاك الله كلهم أبو العدس وغير أبو العدس كلهم دولة عمي هيكي كفي لك الله. هم دولة شلون الشلطرة تحطيهم إيران تلعب بيهم العيد؟ هم عمي إيران حرس الثوري الإيراني يحكم العراق، ليس دولة حيشاف المضاربة بدون تجاوز. شكرا جزيلا رابدين. شكرا جزيلا. نتحفظ فقط على ما ذكر، بعض ما ذكر من كلام السيد محمد من أمريكا. ننتقل الآن معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا ضمن ملفاتنا يدخل في إطار الفساد والمشاريع المتلكئة وتحديدا في محافظة ذي قار. إذ تعد مشاريع مديرية الشباب والرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة في محافظة ذي قار، ومن ضمنها مشاريع القاعات المغلقة منذ عام 2011 واحدة من الأمثلة على تلك المشاريع، حيث وافقت وزارة الشباب والرياضة على إنشاء قاعة رياضية متكاملة في محافظة ذي قار بكلفة 1,400,000,000 دينار عراقي للقاعة الواحدة وبمساحة تزيد عن الدونم ونصف، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة حينها عن إنشاء 5 قاعات رياضية في محافظة ذي قار وبمواصفات متكاملة. تتسع القاعة المغلقة الواحدة ل500 متفرج مع ساحات لمختلف الألعاب الرياضية وأماكن للراحة الخارجية، إضافة إلى جناح إداري وصحي متكامل بمدة 300 يوم. طبعا هنا نضع أكثر من خط على مدة 300 يوم التي أعلنتها الوزارة وقتها، وكانت الوزارة قد خصصت مبلغ 7 مليارات دينار عراقي لبناء 5 قاعات رياضية مغلقة في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار في عام 2011. ومنذ ذلك العام وإلى يومنا هذا لا تزال هذه القاعات المغلقة مشاريع متوقفة متلكئة بسبب الفساد والإهمال من قبل مديرية الشباب والرياضة. دعونا نشاهد. أو وزارة الشباب والرياضة. اليوم نسولفكم على مقبرة المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار، وهي مشاريع وزارة الشباب والرياضة في محافظة ذي قار. طبعا هذه القاعة المغلقة تعتبر أكبر قاعة في محافظة ذي قار متلكئة من 2011 من ضمن مشاريع تنمية القانون محافظة ذي قار سنة 2011. هذا وضعها من 2011 حتى تعيش حالة اندثار حاليا إلى هذا الوقت، باقي على وضعها. لا طبعا مدراء شباب الرياضة محافظة ذي قار مروا أكثر من 5 مدراء على محافظة ذي قار والقاعة ما زالت على وضعها.
مليارات خصصت محافظة ذي قار والقاعة بقت على وضعها. فأنتم يا مسؤولين محافظة ذي قار، فأنتم إذا موتتم تهمكم مشاريع شباب الرياضة. السفيدة حولها قاعة، السفيدة حولها دارة مخازن دوار حكومية، أي دارة تستفيد معدها أكملها. ليش عايشين دارة تعتبر قاعة من أكبر قاعات في محافظة ذي قار متركية؟ أنت يا مدير شباب الرياضة تروح لكمل لي مدرجات ملاعب 700 مليون و 800 مليون، انتم ها قاعات مغلقة، طبعا اكثر من 5 قاعات في محافظة قار في مركز مدينة الناصية مغلقة العفو. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. دعا مدونون وناشطون من محافظة ذي قار وزارة الشباب والرياض الحالية إلى حسم ملف إكمال مشروع الملعب الأولمبي شمال مدينة الناصرية والمتلكئ منذ عدة سنوات والإسراع بإحالته إلى شركة رصينة نظرا لحاجة المحافظة لهذا الملعب. وأكد المدونون أن الشركة المنفذة السابقة استلمت مبالغ أكثر من النسبة المنجزة فعليا وبناء طبعا، وأيضا تم سحب العمل منها وتخصيص مبلغ 40 مليار دينار جديدة من أجل إنجاز هذا المشروع. وبين المدونون أن المشروع لم يشهد أي حركة إنجاز جديدة لا من قبل وزير الشباب والرياضة السابق ولا حتى الحالي، الذي اكتفى بإرسال وفود لزيارة المشروع لمرتين والاطلاع على واقع الملعب دون تحقيق إنجاز يذكر. طبعا سخر ناشط من محافظة ذي قار من مصير هذا الملعب بعد أن بدد الفساد والتخصيصات المالية أو بدد الفساد والتخصيصات المالية المرصودة له بعد أن عرضه للبيع بشكل تهكمي. لنشاهد ملعب للبيع سعر خاص، اللي حاب يشتريه يجينا خاص، رقم راح أخليه. هذا الملعب ملعب الناصرية، وضع الحجر مالته سنة 2009 أو 8 ما أتذكر بالضبط. لحد هذا اليوم ما أجى الشريف كمل قضيته، لا محافظ لا وزير لا مدير لا معاون لا مستشار لا أي واحد، لا وزير رياضة ياهل يجي ويجي هو وحمايته وطقوا لهم فرة ومال واحد، هم يفترون يطبون لهم بالنعال يبسطهم ويطلع. هم ذول المسؤولين اللي يطبون لهذا الملعب ويروحون. هذا الملعب هسه راح انتهى، حديدة زنجر خراب، انباقت غراض منه. ملعب الناصرية اللي هو قرب السيطرة مدخل الناصرية، ولكم والله العظيم ما بيكم واحد شريف. نتابع الآن التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو شهد يقول: بليلة ظلمة أخذوا الكرفانات مال الشركة والحديد وأجهزة التبريد وبلغنا السيطرة وماكو أي نتيجة، واليومك انسدت السالفة، وهذا مدير الشباب والرياضة يعلم بكل شيء بس ساكت. محمد يقول: يحتاج وقفة من كل رياضيي ذي قار والاحتجاج والمطالبة بإكمال البناء أمام الملعب. كريم يقول: هي بس الملعب؟ كل مؤسسات المحافظة فاشلة، لا طرق بها خير، لا كهرباء، لا مستشفيات بها خير، وكل دوائر المحافظة ومدراءها فاشلين، همهم كيف يستفادون وتكثر فلوسهم. وعماد يقول: أكيد فلوسها تقسمت وخلصت، لازم تصرف أموال من جديد، وعلى هالرنة يصرفون فلوس المشاريع، يشتغلون 5% والباقي يتفرهد. نستمع إلى رأي السيد رعد من واسط، تفضل يا رعد. رعد من واسط ما موجود. طيب ويانا السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمر تشرين من الناصرية، حياك الله. طبعا هذا الملعب الناصريه صار له حوالي من 2008 زين، هاي كله متذكر يعني كله بوك واحد يطهر الثاني. نعم زين، وما يعني لحد الان موجود بس هيكل، يعني بس هيك يعني هاي سووا هيكل وراحوا زين، واللي يعني يشتغلونهم يا اول يشتغل ما حد يشتغل. كم محافظ غيرنا بالناصريه؟ نعم
معني عم محمد كم محافظ غيرنا بالناصر زين زين ما يعرفون ما يدلون الملعب هم دول جايين حراميه دول جاي يدمرون البلاد. طيب انا اريد اسال يعني اريد اسال سيد ابو عمر كم رئيس وزراء اجى على حكم العراق من 2003 الى اليوم؟ كلهم يقولون الرئيس الوزراء السابق كان فاسد وحرامي والحكومة السابقة حكومة ورثتنا المشاكل. طيب أنتوا ليش ما تحاسبون اللي سبقكم؟ ليش ما تحاسبون المشاريع أو القائمين على المشاريع الفاسدة؟ دائما يتحدثون عن الإنجازات، هي وين هالإنجازات؟ ليش ما يشوف المواطن العراقي أي شيء ملموس؟ عم محمد واحد يطيح الثاني يعني واحد ما يعرف الثاني. هم عندنا مثل يقول لك حرام الهوش يعرف حرام الدواب هاي مثل عندنا عرضية يعني ما يقولون هم يا رئيس وزراء هذا رئيس وزراء واحد يكلم هذا الثاني كله فساد إداري كله على جيوبهم الخاصة ما في يخلص فترة الحكم ما له ترس جيبه وراح ما له شغلة بالبلد عمي ما له شغلة بالبلد. بس أنا جاي ناش الشعب العراقي اليوم احنا طلعنا اليوم طلع على مستشفى التركي يعني المستشفى التركي الانسان يجي يعني هاي مستشفى يعني هاي صحة هاي يعني حقوق الانسان هاي قال له لا يجي وقال له والله علاج ماكو روح جيب من برا حاطين صيدليات زين صيدليات هاي الاحزاب الفاسدة فعمي عزلنا الصيدليات خلي يسمعون الشعب العراقي خلي يصيرون مثلنا مثل الناصريين عزل الصيدليات والمستشفى مدير المستشفى مسؤوليتك ماكو واحد يطلع يشرع علاج من خارج المستشفى داخل المستشفى تعافى وماكو مستشفى هاي أهلية معني عم محمد وياك معني وياك يا أبو ماكو مستشفى أهلية زين احنا يعني هذا يعني بلاد احنا بلاد اللي جاي يتطور لو جاي نرجع لي ورا يعني هسه احنا صرنا انقص البلدان صرنا من وراهم هم زين ولا يعني جات حكومة عمي جات حكومنا من الجيات هاي مو حكومة حكومة من الجيات إيران جات حكومنا على 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 القصر الإيراني موجود هنا عمي يعني عمي ما بفايدة يعني مو بديهم بدي إيران هاي إيران يعني إيران حطمتنا حطمت الصناعة الزراعة يعني حطمت بعد خلت الصحة قالوا لا يعني الصحة فازة يعني الدوائر كلها فازة يعني عامة العراق كلها فازة عمي. نعم أشكرك نعم وصلت الفكرة أشكرك أبو عمر من مدينة الناصرية. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى ملف البنية التحتية المنهارة في العراق. هي حقيقة ليست فقط تحتية هي تحتية وفوقية انهيار بالكامل. يعرف الباحثون مصطلح البنية التحتية لأي بلد والذي يعد رأس مال المجتمع بأنها كل المؤسسات والهياكل الفنية التي تدعم المجتمع وتمس أمن المواطن الاقتصادي والعلمي والصحي والخدمي مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والسدود والمحطات والمطارات والمصانع والإنتاج الزراعي والكهربائي. طبعا شهدت البلاد بعد الاحتلال انهيارا كبيرا وتدميرا ممنهجا لبناها التحتية والتي ذهبت ضحية لفساد الحكومات التي نهبت الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية حتى وصل الحال بالمواطن أن يناشد عشرات المرات لكي يعبد الطريق المؤدي إلى منزله وربما يبتكر طرقا جديدة للمناشدة لكي تلفت نظر المسؤول الذي يعيش في برجه العاجي بعيدا عن معاناة المواطن. في قضاء الشطرة بمحافظة ذقار يعاني المواطنون من تهالك الطريق الرابط بين حي المعلمين وحي الصناعة الأمر الذي دفعهم إلى إقامة مجلس عزاء وتشييع رمزي لهذا الطريق لعلهم بذلك يلفتون نظر المسؤولين لواقعهم المزري. لنشاهد. شلون خانة تحتك بابهم؟ رحم الله والديك عندنا جنازة على طريق حي الصناعي. اي 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 وين المتزه وين الحسينية؟ من مدرسة التحرير تطلع قبل. ما تقدر. تعجب. شارع مكسر؟ اي نفلش والله عم حقك يلا نرجع المحضره يلا راح اروح مشي ان شاء الله لما جيت عسى ابخك كل واحد عنده سلطه بشطه مدير بلديه قايم مقام مجلس محافظه الشركه الايرانيه اللي لغاها استاذ حميد وخلاها بيد ما ادري ياهو والخدمات وراحتها تشوف هاي الوضعيه يعني هذا في بلد تدخل الى موازناته
أكثر من 100 مليار دولار سنويا، هذا في بلد في عام 2023، في بلد محاط ببلدان كثيرة. يعني من المستحيل أن ترى هذا المشهد في أي بلد من البلدان المحيطة في العراق. لكن دعونا نريكم مواضيع أخرى ضمن نفس القضية. من محافظة ذيقار ننتقل بكم إلى محافظة القادسية، حيث أغلق عدد من أبناء المناطق المحيطة بشارع المعامل في قضاء الحمزة الشرقي الشارع، وقاموا بنصب الخيام للاعتصام، وطالبوا السلطات الحكومية بتعبيد طريق المعامل الذي يبلغ طوله 22 كيلومترا بسبب عدم المقدرة على السير فيه وتفاقم معاناة السكان. لنشاهد. مش عندي ولادة، مش عندي ولادة خليتها. قال الدكتور هسه تطلع، هسه تطلع. قلت له دكتور انا اطلع وين اروح؟ قلت له 5 ساعات اللي اوصل اهلي، ورد هذا كله اسويها عملية. قال شلون؟ قلت له احنا مهجورين، احنا ما وين اوديها؟ قلت له لا تبليغ، شارع 20 كيلو امشي ترابي، ترابي طساك. قال قلت له بيتها 100,000 اللي وصلك لهلا، بيتها 100,000 بس. قلت له خلي بس ليلتين لهاي العملية، ليلتين 100,000 على مود الشارع. ما اقدر اوصل هلي. تقدر تقدر هلا بيها؟ ما تقدر. منين اوصل؟ احنا بالحدود محافظه. استمرين مظاهراتكم؟ والله شهر، والله شهر، شهر سنه نظر، شهر سنه كوت الحسين ما ينفتح الا يطمونا هنا، ما ينفتح ابد. يسوون حل، يسوون حل، ما يحبطونا. ما عندنا احنا هذا موتنا، ملينا، جزعنا، تعبنا. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. يعد التخبط الإداري وتداخل الصلاحيات والبيروقراطية مشهدا سائدا في عمل الدوائر البلدية، حيث ينتج عن ذلك مناطق معدومة لا تصلها الخدمات. في منطقة أم الإنعاج مقابل السجن المركزي في منطقة حمدان في البصرة، لا يعرف سكان هذه المنطقة، تخيلوا، لا يعرفون لأي بلدية هم يتبعون، سواء كانت بلدية البصرة أم لبلدية أم الخصيب. الأمر الذي أدى إلى انتشار النفايات وترك الطرق دون تعبيد بسبب غياب الجهد البلدي أولا، وبسبب عدم معرفتهم لأي بلدية ينتمون. لنشاهد. أو لا تصدق، من منطقة أم النعاج في محافظة البصرة، أريد أسأل سؤال للأخوة المسؤولين، هل إحنا في منطقة حكم ذاتي؟ يعني هاي المنطقة اليوم هؤلاء هم أهالي منطقة أم النعاج، يعني لا بلدية البصرة تقولهم أنتم تابعين إن، ولا بلدية أبو الخصيب تقولهم تابعين إن. سؤال، هاي المنطقة تقع أمام السجن المركزي في حمدان، يعني السجن المركزي أي واحد فايت على الطريق الفوق هم مقابل السجن المركزي. منطقة أم النعاج هاي المنطقة لا بلدية أبو الخصيب ولا بلدية البصرة، هل هي منطقة حكم ذاتي؟ إخوان هاي النفايات تكرمون جاي يحرقونها بنفسهم، باعوا. تفضل، هاي شوف هاي النفايات يحرقونها، لا تدخل بلدية ولا مشمولة بخدمات. علما اكو طلب من السيد محافظ البصرة اسعد العيداني موقعة باكساء الشارع، وهذه كتب من مدير مكتب المحافظ ولكن لم تنفذ. يطلعون بلدية البصرة يقولوا لهم مو اختصاصنا، بلدية ابو الخصيب مو اختصاصنا. اخوان هاي العالم وين تروح؟ نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام. ابو حمودي يقول: حالكم حال دور الأسمدة، ما يعرفون المنو للبلدية لو للمعمل. أبو علي يقول: لأن حكومة البصرة مشغولة بمناطق التوزيع الأراضي الجديدة، لأن وراها شركات مليارات المليارات بجيوب الفاسدين، حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد وسارق. سرحان يقول: مع الأسف الشديد، بس بوقت الانتخابات يجيكم مسؤول، بس بوقت الانتخابات يجيكم المسؤول، الله يكون بعون المواطن. وحسين يقول: مع الأسف مثل منطقة مناوي لجم المنسية، إن شاء الله أقول كون نطقت الاسم صحيح، اللي لا يوجد فيها أي خدمات، لا تبليط، لا مجاري، لا إنارة، لا مركز صحي، ومدرستين بدوام ثلاثي، وضيق في الشوارع الرئيسية، وعدد سكانها في تزايد، أغيثونا. طيب، معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. رافدين والسادة المشاهدين الكرام، حياك الله. أستاذ محمد، إحنا العراق يعني قبل 2003 كل الحكومات اللي حكمت العراقيين قبل 2003 كان عندها يعني فد هيبة دولة مكانة للشعب.
فالسبب هو كله من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. يعني من يكون عنده الصلاحية وعنده هاي يعني أكثر من وزارات 18 وزارة أو 22 وزارة، كل وزير هو يكون مسؤول عن وزارته ومسؤول عن منتسبيها ومسؤول عن الخدمات ومسؤول على الوظائف اللي تيجي عنده، مسؤول عن الواردات اللي تدخل عنده، كل هاي يتحملها مع رئيس الجمهورية. فأكو يصير توافق أو تفاهم بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الوزراء. طيب بس أقاطعك أبو عمر. أولا رئيس الجمهورية بالعراق هذا منصب شرفي أصلا، لا يحل ولا يربط، بس يوقع على أحكام الإعدام، ما عنده شيء. طيب بالنسبة للرئيس الوزراء وبالنسبة للمحافظين وبالنسبة للنواب في البرلمان اللي يقولون إحنا نمثل المحافظات الوسطى والجنوبية، طيب سؤالي لهم اللي دائما يتكلمون عن مظلومية أهل الجنوب وهم بهذه اللغة طبعا يستخدموها ويقولون إحنا جينا من أجل إنقاذ المواطن العراقي من زمن الفساد والبطش والفقر وغيرها من هذه الأمور، 20 سنة دخلت بجيوبهم المليارات، ليش ما صرفوا على أبناء المحافظات اللي يدعون تمثيلها اللي يتكلمون عن مظلوميتهم؟ أستاذ محمد إحنا نعرف الإعلام العراقي هذا إعلان الأحزاب السلطة كل إعلان مزيف، والدليل مو إعلام بس اسمح لي يا أبو عمر أنت مخربط شوي، أنا أتكلم عن السياسيين اللي يطلعون يقولون. نعم أستاذ محمد، السياسيين هم ناس يعني من ضمن هاي التشكيلة زمرة الأحزاب، يعني من يتكلمون بأنه أهل الجنوب ما عندهم شيء، ما عندهم يعني نقدر نقول خدمات، مدارس ما عندهم، مستشفيات ما عندهم، دور حضانة ما عندهم، دور أيتام ما عندهم، يعني كل هاي الأمور كلها هاي أمور كاذبة. يعني عندنا لو ما كان عندنا يعني مستشفيات وعندنا وزارة الصحة وعندنا تعيينات، لا ما كان إنه اشتكوا الناس من أهالي ضعفة وقلة الأدوية وقلة الكوادر الطبية. طيب اللي قاعد عندنا يصير بالمحافظات هذا إهمال المواطن وشغل التظاهرات اللي قاعد تطلع، يعني سبب سوء الخدمات، سبب سوء كل الأمور إدارة البلد. فهذا يعني يعتبر كاذبين السياسيين وغير صادقين بكلامهم. أنا أشكرك، شكرا جزيلا أبو عمر، وأعتذر طبعا من حضرتك لأن الوقت شارف على الانتهاء. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام ننتقل بكم إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا ساهم ارتفاع نسب الفقر في العراق باتساع أزمة البطالة بسبب السياسات والنظم الإدارية الخاطئة من قبل الحكومات المتعاقبة، وأدى ارتفاع نسب الفقر في العراق إلى لجوء الشرائح المتضررة إلى ممارسة أعمال شاقة من بينها نبش مكبات النفايات بحثا عن قوت يومهم من علب معدنية وبلاستيكية أملا ببيعها، فضلا عن بحثهم عن الأطعمة التي تلقى في تلك المكبات. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، لنتابع. على مرأى ومسمع من الحكومة يقلبون أكوام النفايات بحثا عن قوتهم اليومي في مناطق الطمر المنتشرة في غالبية مدن العراق ضمن عمل يومي شاق جدا يجبرون على تأديته بسبب أوضاعهم الاجتماعية السيئة، ويعرضهم لمخاطر صحية كبيرة قد تهدد حياتهم. على الرغم من العائدات المالية المتحققة من تصدير النفط، تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبة 25% من المواطنين تعيش تحت خط الفقر، وهي أرقام لطالما شكك بها مراقبون، مؤكدين أن نسب الفقر تفوق الأرقام الرسمية حيث تصل إلى نحو 40%. آفات كثيرة ألمت بالبلاد ساهمت في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، منها العامل الأمني بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وتردي الوضع الاقتصادي وضعف التوعية والاهتمام الحكومي، ما زاد من نسبة الأميين في البلاد والذين وصل عددهم إلى 12 مليون أمي، ما يعني أن ربع سكان العراق أميون. إحصاءات جديدة لصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة يونيسيف زادت الطين بلة، تفيد بأن 23% من الأطفال العراقيين الذين يقدر عددهم بنحو 3 ملايين يعيشون في فقر مدقع ضمن دخل يقل عن دولارين يوميا. عايش تكرم في السفالة القوط قوطية نصرفون 500,000 هالقاسم الله ناخذ فينا مخبرات لهن، عايشين حالنا حال الكلب
في لك الله خالي. في مقابل هذا المشهد، فإن الحكومات التي نصبها الاحتلال تحاول التغطية على تقصيرها من خلال ما توزعه من فتات سرقاتها عبر ما يعرف بنظام الرعاية الاجتماعية الذي لا يسد أدنى الاحتياجات لتغطية متطلبات أسرة واحدة لبضعة أيام، وهو لا يغطي بأحسن الظروف معظم العراقيين وفي مقدمتهم الباحثون عن قوت يومهم في مكبات النفايات. في ظل المحسوبيات والفساد الذي يشوب ملف الإعانة الاجتماعية وحرمان الفقراء منها، وما يزيد مشهد الفساد الحكومي تعقيدا انتهاء حال معاملات المتقدمين على الرعاية الاجتماعية في مكبات النفايات، ليشهد الفقراء والكسبة بأنفسهم على حجم الظلم الذي يتعرضون له في بلد الميزانيات الانفجارية. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. طبعا خريجو كليات العلوم جددوا مطالباتهم بتوفير درجات وظيفية تستوعبهم في موازنة 2023، وقاموا بالتغريد مع وسم العلوم تناشد طيب سامي، يناشدون وزيرة المالية الحالية من أجل تضمينهم بالتعيينات أو في ملف في الموازنة من أجل التعيين. نور تقول أو يقول تقول أعتقد أبسط حق لهيك شريحة درست أصعب تخصصات بالعالم أنه يتم إنصافهم ويتعينون، هذا حق من حقوقنا اللي المفروض حتى من طالب به. تغريدة من قاسم يقول والله تعبنا من مستقبل مجهول وحاضر صعب، ممكن توقيع يفرح توقيع منك يفرح هواي عوائل. وهيثم يقول سنوات من الوعود المجحفة والمماطلة الحقيقية في قضيتنا، أما آن الأوان لحلها. وآخر تغريدة من مسلم يقول سنين مرت والعلوم مظلومة بكل صور الظلم، إلى متى هذا التهميش المستمر لقضية العلوم؟ من هنا نناشد باسم الإنسانية الست طيف سامي لإيجاد الحلول لهذه الشريحة المظلومة. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.